نرحب بحضراتكم معانا مره تانية في الحياه اليوم. النهارده زي ما قلت لكم ليه ضيف مختلف، لانه ممكن اعرفه لكم على انه الفنان الكوميدي الشاب اسلام محي، لكن هو مختلف لانه هو وجه واحد وموهبه واحده، لكن المجموع 15 مطرب و45 ممثل، صح؟ اه صح. فعشان كده انا قبل الفصل قلت مختلف علشان كده. ربنا يخليك. ربنا اولا انا بشكرك على التقديم الجميل دي. لا اول إزاي؟ حاجه يعني انت منور النهارده اللي انا موجود معاكم النهارده. اوصف لي بقى ازاي 15 مطرب و45 ممثل، ده عدد كبير جدا. يعني احنا الحمد لله انا يعني بقلد القديم والجديد ومركز جدا في الجديد، لاني شايف ان الجديد ما فيش حد بيقلده. احنا فعلا على طول كنا دايما التقليد يبقى على النماذج القديمه جدا بالظبط. فانا حبيت اعمل حاجه مختلفه، فاشوف ايه اللي يعني بصيت كده على الساحه عموما، قلت ايه اللي ما تقلدش واقلده. يعني شخصيه كده هنيدي مثلا ما حدش جابه خالص، فقوم قفشه اهلا وسهلا بتكلم بيه وحاجه جميله جدا مثلا. فاشرف عبد الباقي الفنان طبعا هنيدي والفنان اشرف عبد الباقي مثلا حاجه مختلفه، فمحدش قلده، فقوم محاول فيه ومقلده. انت بتعتمد على حاجه جميله جدا، يعني الموضوع كبير كبير يعني مثلا. انا كنت لسه هسالك دلوقتي، التقليد بيبقى صوت بس ولا صوت واداء حركه وتعبير وش كمان؟ لا خالص، هو كذا حاجه يعني كذا عامل. رياكشن الوش ده اول حاجه، اللي هو تعبير بالوش ده اول حاجه، وتون الصوت اللي انا اقدر الشخصيه نفسها اجيب طبقه الصوت منين بالظبط وبتدرب عليها ولحد ما اوصل لمرحله اللي هو بالظبط. تعرف ازاي بقى انت تعرف ازاي انك وصلت لمرحله اللي هو بالظبط؟ يعني خلينا نتكلم على هنيدي مثلا. هنيدي مثلا يعني انا شفته في لقاء قبل كده بيقول لا على فكره يا جماعه ما حدش بيقلدني خالص الحمد لله الفتره اللي فاتت دي وكده، فده استفزني بصراحه. انا دلوقتي ببص على المونيتور عشان اعتبر نفسي ان انا متفرج، يعني ان انا مشاهد. فبصراحة لا يعني الفنان محمد هنيدي قلت طب انا بقى هقلده. فقمت قاعد وقلته قدامه على فكرة. بعديها بشهر كان ايام بقى قناة النيل منوعات مدام سلمى الشماع، يعني ده من بداية ظهوري، فقلته قدامه. يعني قلت اثبت له بقى، طب انا هقلدك قدامك بقى. قال لك ايه؟ لا هو مش متخيل. قال طب اتفضل اهلا وسهلا جميله جدا ما شاء الله عليك اهلا وسهلا اهلا وسهلا. بعدين انا يعني مش متخيل هو برضو اللي انا هقلده. فقمت مكمل باقي الشخصيات عادي، فضحك عادي. هو كان الفنان الله يرحمه علاء ولي الدين، فقلدته هو يعني هستيري الضحك. هو الفنان علاء ولي الدين يعني الحمد لله. بتقلد علاء ولي الدين؟ طبعا. ايه ده موضوع كبير جدا. ايه ده انا موجود في قناه الحياه هوبا كده. واشرف اعمل لك الحوار. اعمل لي الحوار. في حوار يعني كانت ناس طلبته مني، عملت تامر حسني محفظته اتسرقت. محفظه بتاعت تامر حسني اتسرقت، والفنانين كلهم بيدوروا عليها، فاشرف عبد الباقي وسامح حسين بيدوروا على المحفظه. فسامح حسين داخل بيقول دولا حبيبي الله عليك يا دولا يا كبير الله عليك. الله يخرب بيتك يا رامز، انت يا ابني كل شويه تسرعني كده، انت يا ابني مش شايفني قاعد ومقدر يعني. ليه يا دولا يا كبير؟ ليه يا عم بس في مقدر ليه يا دولا بقى؟ استنى بس يا عم، بقول لك محفظه تامر حسني تيمو اتسرقت. تيمو تامر حسني محفظته اتسرقت يا كبير وهو عارف يا دولا. انت غبي يا انت غبي يا دولا يا دولا بقى. تعالى بتقول ايه؟ كنت بقول كنت بحسب حتى اساله وهو يعني هيجاوبك اهو يعني. ماشي بقول لك ايه يا عم تامر يا حسني، هي محفظتك اتسرقت يا عم ولا ده حوار يا عم يعني؟ راحت محفظتي مني راحت مش راجعة راحت محفظتي مني راحت مش راجعة أبكي ضعف مني فلوسي
مش هشوفها تاني. ازاي بس مش هتشوفها تاني يا تامر يا حسني؟ ده انا اللي هجيبها لك معايا يا دولا. يا دولا يا دولا استنى بس يا دولا. ايوه يا عم انا معاك يا عم. لخبطتني يا دولا بقى. استنى بس انت لخبطتني ودمرتني. يا دولا يا كبير معاك يا كبير وهنولعها يا كبير. واستنى طب يمكن نسال الكينج محمد منير. يا محمد يا منير ما شفتش محفظه تيمو؟ علي صوتك مش سامعك انا لحسن في دوشه جنبنا. اعلي صوتي ازاي بس يا كينج؟ ده انا كده صوتي اتشرخ. وبعدين يا درامزي وبعدين؟ طب يا دولا يا دولا ما تسال يا عم محمد فؤاد فوقش يا دولا. يمكن 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 يمكن. الله يخرب بيتك اسمها يمكن انت تتلخبط فيها. يا دولا اساله بقى يا دولا بقى. ماشي محمد يا فؤاد يا فوقش ما شفتش محفظه تيمو؟ طيب طيب صبرك حبة ما عرفت خلاص ايه فيها. محفظة تيمو اتسرقت وده شكل هنيدي مخبيها. كده كده انا كده انا هرشك فبلاش فاطلع بقى بي. وربنا وربنا يا جدعان وربنا ما شفت المحفظة دي اساسا. وربنا موترني على فكرة موترني. او ربنا يا خلاص خلاص يا عم انت هتطير ولا ايه؟ وبعدين يا رمزي وبعدين؟ طب يا دولا ما نسأل وحيد سيف يا دولا هو اللي عارف الموضوع المحفظة ده. لا 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 بقول لك ايه بقول لك ايه هديك باللوكابيه اعملك طفايه سجاير. اه والله محفظه ايه؟ وبعدين المحفظه دي بتعرقني. اه والله بابا الله يخرب بيتك. انا مش عارف اقول لكم ايه مش عارف اقول لكم حتى. طب وبعدين يا دولا يا دولا بهاء سلطان هو اللي هيجيب لك موضوع انا عارف يا دولا اللي هو مش هيفيدك اساسا بس جرب يا دولا. طيب يا بهاء السلطان ما شفتش محفظه تيمو؟ انا مش معاكم انا معاهم مطرح ما هتروح وراهم. وخلاص خلاص يا عم بقى مش عايز اي حاجه منك يا دولا يا دولا. هدي بس بالراحه كده يا دولا. طب خلاص قول له يهدي بقى تامر. يعني يا بهاء يا سلطان هدي تامر يا عم وشويه كده يا عم. جيبك يا حول الله بعد الوقت فاضي كل شيء راح من جواه وانت كده راضي. يا نهار اسود خلاص مش عارف اقول لكم ايه. اخر واحد استاذ هاني شاكر ما شفتش محفظه تيمو؟ وانتوا لسه بتسالوا المحفظه راحت فين؟ لا لا يا حبايبي اطمنوا بس اجيبها لكم منين؟ لما اشوفها هبقى اقول بس عنها مش مسؤول صدقوني على طول بس اجيبها لكم منين. هاي هاي بجد هاي. طيب بس في كل ده بقى اسلام محي نفسه فين؟ ما انا هو موجود. من غير من غير من غير كل الشخصيات دي انت بتشتغل شغل معين في اسلام محي نفسه بقى الممثل والفنان؟ هو طبعا يعني ان شاء الله الفتره الجايه هيبقى في تمثيل واوريدي انا عامل حاجه مع الفنان طلعت زكريا حامد قلبه جامد هينزل ان شاء الله في رمضان اللي جاي ومعنا مجموعه يعني جميله من النجوم الفنانه نشوى مصطفى والفنان عبد الله مشرف يعني عامل دور كده مختلف ان شاء الله الفتره الجايه وبحضر برضو لبرنامج مع قناه الحياه حاجة مختلفة تماما ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تاليف عادل سلامة واخراج محمد سعيد ومش عايزين مش مش هحرق بقى اي حاجة تاني. لا بس احنا اتكلمنا يعني ادينا نموذج على ال 45 عايزين ال 15 ال 15 مطرب 15 مطرب لا مش ال 15 مش لا موجودين ال 15 بس عشان الوقت البرنامج يعني انا عارف ان انت بتقلدهم بشكل مختلف يعني مش بتقلد الاغنية اللي عملوها انت بتطلع نبرة صوتهم في حاجة تانية خالص. بالظبط يعني مثلا زي الفنان هاني شاكر يعني مش شرط يغني في الكلام الله اكبر عليك يعني الحقيقه انا مبسوط ان انا موجود معاكم النهارده في قناه الحياه الله اكبر عليك الله اكبر عليك مثلا في طريقه الكلام فبس يعني اللي هو بعيش الشخصيه بحيث ان انا اقدر اتكلم بيها واغني واعمل بيها كل حاجه. وبتحضر الاغاني خاصه بيك؟
بقى في بقى ده حاجه تانية خالص. ايه بقى؟ يعني عاملين غنوه اسمها لا تبكي عليها، دي يمكن قلتها قبل كده بس عجبت الناس جدا. الغنوه دي مختلفه تماما، فيها خمس شخصيات بقلدهم مطربين، قلت اجمع المطربين دول في غنوه اوبريت. محدش فكر فيها على مدار ال 30 سنه اللي فاتوا، يعني قلنا نعمل تحويله او نقله كده في مجال التقليد، اللي احنا نعمل الموضوع. ممكن نسمع منها جزء؟ لا انا حاضر. احنا الوقت تمام، احنا قدامنا ثلاث دقايق. ثلاث دقايق؟ طب ماشي ممكن. الغنوه كلام عادل سلامه ولحني وتوزيع ياسر ماجد. عليها لا ولا تنادي عليها، هي جاية جاية وبكرة هتلاقيها، الدنيا تملي بتنادي على اللي بيسيبها ولا يسأل فيها. ولا تزعل يوم ولا تتضايق، الحب على ملامحك لاي وعيونك والفرح شقاي، اصبر حبة لقدام وما تستعجلش احلامك وما تستسلمش لاوهامك، طول ما انت طريقك قدامك هتعدي وتبقى تمام. حبك لو غلبك واتجلب قلبك ريح بالك، مكتوبك من توبك هيجيلك يوم ويقولها لك، روعت هتحلى والدنيا معك وهتضحك تاني، هي كده بتمشي يومين بالعكس وتعدل تاني. لا تبكي عليها لا تبكي عليها لا تبكي عليها لا تبكي عليها. ده شكل جديد خالص، شكل حاجه مختلفه تماما. التقليد الغنى، نعمل حاجه مختلفه تماما على اللي اتعمل والحمد لله. بقالك بتعمل الحكايه دي قد ايه؟ يعني بقلد قد ايه؟ انا بقلد يعني بقالي حوالي 12 سنه. 12 سنه؟ يعني وبدات اطلع من يعني لو هقلد من زمان بقالي فتره كبيره جدا بقلد، ولكن بشكل محترف من 11 سنه. من 11 سنه؟ بالظبط. احنا ما قلدناش اي حد من الكبار القدام بقى. للقدام. القدام مثلا عندك الفنان، يعني انا يعني تخصصي اكتر في الجديد، بس القدام موجود. ما اتمرنتش في القدام؟ لا متمرن وكله، بس عارف ما حبيتش اعمل مجهود زي الجديد. هو الجديد هيبقى فيه يعني هيبقى فيه اقبال اكتر عليه كمان. بالظبط. يعني خلاص بقى، يعني القديم طبعا في ناس بتقلد قديم ومتخصصين. فكرت تستخدم الموهبه دي في الستاند اب كوميدي؟ لان الستاند اب كوميدي دي اللي هي اللي احنا خدناها كلها من امريكا. احنا واخدينها حرفي، يعني احنا نقلينها اللي بيقف يقول نكت وبيتكلم بالطريقه الكوميديه دي، واخدينها منهم زي ما هي. أيوة. ما زودناش عليها اي حاجه. ما هو فكرت تدخل التقليد بقى في الحكايه دي، التزويد في الموضوع ده، ان احنا ممكن نعمل ستاند اب كوميدي يبقى فيه غنى. ما حدش فكر خالص ان هو يعني بيقول بيتكلم في موضوع بيناقش قضيه او حاجه وما يبقاش فيه غنى او فيه تقليد. فان شاء الله يعني هيتعمل برضو قريب باذن الله. انا بشكرك كلكم على بعض. انا حاسس خايف ان اتبعتر ولا حاجه وانا بشكر اسلام محي الفنان الشاب، يعني ممثل كوميدي. انا بشكرك على وجودك معانا. ان شاء الله ربنا يوفقك، انت بتقدم فعلا شيء جديد ومختلف، مع انه هو متكرر في حياتنا وتاريخنا، بس بتقدم نموذج جديد خالص. الله بشكرك على وجودك معانا النهارده في الحلقه، وانا مبسوط ان انا كنت متواجد معاكم النهارده، وكل سنه وانتم طيبين. واحب بس اقول حاجه اخيره. اتفضل. الحوار اللي انا قلته بتاع تامر حسني ده ده فكرتي وتاليف محمد شاكر وكريم الصاوي، عشان بس ما نشوفش تيم كام فريق كام بس، يعني الناس ما تشكرهم بالنيابه عنا بشكل غير مباشر. شكرا جزيلا على وجودك معانا.